تنصحنا احنا كمستهلكين نفرق ازاي؟ انا بشوف قدامي البن مسحوق، ايوه تنصحني ان انا ايه اجيبه وهو حب متحمص بص ويتطحن يا استاذ قدامي؟ يوسف، بص يا استاذ يوسف، الكيف القهوه واخد بال حضرتك بيعرف على طول ان البن ده اذا كان مغسول ولا لا، من قوامها، من ريحتها، من مذاقها. يعني عايز اقول لحضرتك ان الكيف هيفهم على طول اذا كان البن ده مغسول ولا لا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو لو جاب يعني عمل اختبار صغير بسيط جدا، شويه ميه عليهم معلقه بن، لو البن ده رصب لتحت تعرف ان هو فيه اضافات، يعني تقيل، واخد بالك، بينزل لتحت خالص، يبقى ده فيه اضافات. لكن لو طاف فوق الميه لفتره تعرف ان البن دوت بن سليم. كمان في حاجه، لو مثلا في سماكه في الوش كبيره جدا، يعني تلاقي الوش القهوه تخين جدا جدا جدا، زياده، ده برضك يعني ممكن يكون فيه اضافات. ده غير بقى ان هو لو غير اللون بتاعه البن، يعني عن اللون البني، لان لونه اتغير لون تاني، يبقى بيتغير بلون الاضافه اللي هو حطها. يعني طيب لو انا لسه بشتري، يعني ما انا بروح الاول اشتري وبرجع البيت اكتشف اذا كان البن ده مية مية ولا البن ده مخلوط، لكن وانا داخل اشتري اعرف منين اجيبه حب متحمص ويطحن قدامي ولا اعمل ايه؟ لو انت شاكك في ان البن اللي انت بتاخده دوت مغشوش ولا حاجه، قول له اديني بن حصى واطحنه قدامي. هيطحنه قدامك ويكون المكنه فاضيه ما فيهاش حاجه، يطحنه قدام حضرتك تعرف ان هو البن ده سليم 100%. وفي محلات كتير على فكره بتعمل الطريقه دي. وطبعا انا عايز انصح الناس ان هم يشتروا من مطحن البن احسن وامن 1000 مره من ما يشتري مثلا من كده، من هنا ولا هنا يعني.